السيارة فيها 5%. اوكي، ويعني لما اوصل البيت ان شاء الله اني اعبي دي سي. اكلمكم عن الشارج الدي سي كيف الترتيب. المسافة يا جماعة اللي باقي عندي للبيت 23 كيلو. اوكي، المسافة اللي باقي في الرينج 12 كيلو، ولكن اتوقع ان شاء الله انها بتوصل لي. مستمتع بالطريق والامور طيبة. طبعا هاي القطعة تخلي السيارة تسوق بروحها، يعني ما يحتاج اني امسك السكان. الامور طيبة اخواني يا جماعة. 0%، ما في اي صفر، الرينج صفر، كل شيء صفر. اوكي، كله صفر صفر. باقي عندي 10 كيلو انا اوصل البيت. اعتقد ان شاء الله اني بوصل، ان شاء الله اني بوصل 10 كيلو. اتوقع ان الامور طيبة، الله يستر ان شاء الله واني اوصل البيت. بعدي ما زلت مستمتع بالطريق، ولكن السيارة زيرو، الرينج زيرو، المسافة 10 كيلو باقي. الأمور طيبة. تو أعطاني مسج إن لازم أتشارج البتري على أساس إنه ما يستوي دمج، ما يخترب البتري، ولكن الأمور عادية. الحمد لله تقريبا صفر، وصلت البيت. الأمور طيبة. الحين بنعبي دي سي. صفر، وصلت البيت الحمد لله على السلامة. نعبي دي سي الحين، بنشوف كم تاخذ وقت لين ما تشرج فل. شفت المسج يقول لازم اني اتشرج السيارة على اساس ان البتري ما يخترب. يلا بنحط السيارة في الشرج ونشوف كم تاخذ وقت. اعتذر يا اخوان على اساس ان شوية ما في اضاءة كافية. تري الى ان يبين اللون الاخضر. الحين بدا يعبي. طريس يا حبيبي، شوف 0% فيه. صفر في المية. سرعة الدي سي 22 كيلو واط، 3 ساعات و35 دقيقة إلى أن تفول السيارة. شو نقدر نقرأ هنا؟ 0% فيها. تشحن بسرعة 104 كيلومتر لكل ساعة. 104 كيلومتر كل ساعة.
وتشارجينج الى 100%. الحين فيها الرينج 0 كيلومتر. دورت لكم براسكم بالتصوير. سيارة ماشية 12581 فيها 0%، 3 ساعات و35 دقيقة. سرعة الشحن 106، سرعة الشاحن 22 كيلو واط، والأمور طيبة إخواني.